السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام، متابعي قناة من الآخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. نتائج مباريات اليوم الخميس أو الجمعة، تقدر تقول الجمعة، 13/10/2023، بعد نهاية الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم من قارة أمريكا الجنوبية. بداية الجولة كانت يوم الخميس مساء، يعني كولومبيا تعادلت أمام أوروجواي 2-2. أحرز دافي كولومبيا جيمس رودريجيز في الدقيقة 35 وماتياس أوريه أو أوريبي في الدقيقة 52، هدفي أوروجواي عن طريق ماتياس أوليفيرا في الدقيقة 47 وداروين نونيز في الدقيقة الأولى لنقطة الضعف في الشوط الثاني. يوم الجمعة 13/10 بوليفيا خسرت من الإكوادور 1-2. أحرز هدف بوليفيا رودريجو راملو في الدقيقة 83، هدفي الإكوادور عن طريق كندري بايس في الدقيقة 45 وكيفن كورتيز في الدقيقة 96. الأرجنتين فازت على باراجواي 1-0، أحرز الهدف اوتاميندي في الدقيقة الثالثة. تشيلي فازت على بيرو 2-0، أحرز دفاعي تشيلي دييجو فالديس في الدقيقة 74 وماركوس لوبيس في الدقيقة 91. البرازيل تعادلت أمام فنزويلا 1-1، أحرز هدف البرازيل جابريال في الدقيقة 50، هدف فنزويلا عن طريق إدوارد بيلو في الدقيقة 85. متابعينا الكرام، خلينا نتعرف على ترتيب ترتيب، تقدر تقول ترتيب الفرق الخاصة بالتصفيات. طبعا بيتأهل أول مركز الأول لحد المركز السادس من هذه المنتخبات، والمركز السابع بيخش في ملحق كأس العالم. الأرجنتين في المركز الأول حاليا ب9 نقاط، البرازيل المركز الثاني 7 نقاط، كولومبيا المركز الثالث 5 نقاط، الأوروجواي المركز الرابع 4 نقاط، تشيلي المركز الخامس 4 نقاط، فنزويلا المركز السادس 4 نقاط، الإكوادور المركز السابع 3 نقاط، باراجواي المركز الثامن نقطة، بيرو أعوذ بالله مش نرجو بيرو المركز التاسع نقطة، وبوليفيا المركز العاشر والأخير بدون نقاط. ترتيب الهدفين في المركز الاول نيكولاس لاكروس لاعب اوروجواي سجل هدفين يتساوى معه فيليكس كايسيدو لاعب الاكوادور ونيمار دا سيلفا لاعب البرازيل ورودريجو لاعب البرازيل واوجستن كانوبيو لاعب اوروجواي بعد كده سجل هدف ويتساوى معه اكتر من لاعب منهم ارتورو فيدال لاعب تشيلي ودارو نونيز لاعب اوروجواي ومين تاني ممكن انزو فرنانديز لاعب الارجنتين وفيدريكو فالفيردي لاعب اوروجواي ومين تاني ممكن اعرفه جابريال لاعب البرازيل وجيمس رودريجيز لاعب كولومبيا بس اشترك وليونيل ميسي لاعب الارجنتين سجل هدف ايضا. اشترك في القناه فعل زر الجرس لايك الفيديو، كان معكم محمد نور الدين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.